السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. أول تأكيدات الأنبياء على الاعتقاد بالله. لماذا؟ لأن الاعتقاد بالله إذا حصل الإنسان يستقيم في حياته، والاعتقاد بالله إذا ما حصل الإنسان لا يكون مستقيما في حياته. القانون يقتضي أن الإنسان الذي أجرا يعاقبه الدولة، لكن هل القانون يرى الإنسان في خلواته؟ أبدا. كل مكانك بوليس، كل مكانك شرطة، كل مكانك مباحث، ماكو أبدا. وإنما الإيمان بالله واليوم الآخر هو الذي يزرع في باطن الإنسان رقابة دائمة، فيستقيم لسان الإنسان، يستقيم أذن الإنسان، يستقيم يد الإنسان، رجل الإنسان، فكر الإنسان، لأن في داخله رقيب. هذا من ناحية. زين، المنفذون للقوانين هؤلاء إذا مو مربوطين بالله هل يخافون أحدا؟ لنفرض أن الإنسان العادي يخاف من السلطة، لكن السلطة ممن تخاف؟ السلطة إذا لم تكن مربوطة بالله ولم تكن خائفة من الله ولم تكن معتقدة بالله، هل يمنعها شيء؟ أبدا. الأنبياء كلهم يؤكدون على ضرورة الاعتقاد بالله. هذا أول كلمة، قولوا لا إله إلا الله تفلح. لا إله إلا الله، إله رقيب حسيب محيط سميع بصير مدرك مهلك معز مذل. اعتقدت بهذا الإله أنت مستقيم، أنت تخافه، ما اعتقدت بهذا الإله لا تخاف من أي شيء. ولذا إذا تلاحظ في قوائم المجرمين هؤلاء كلهم إما ما يعتقدون بالله أو اعتقادهم بالله اعتقاد سطحي. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يذكر النمرود والشعب بالله، قال بل ربكم رب السماوات والأرض. هذا إله نمرود وإله الشعب وإله كل من في الكون، إبراهيم يذكرهم. وكل الأنبياء إن شاء الله نقرأ في الليالي الآتية اعترافات الأنبياء وتوجيه الأنبياء إلى الله. الاعتقاد بالله يؤثر أثرين، أثر تكويني وأثر تشريعي. الأثر التكويني للاعتقاد بالله شنو؟ اسمعوا هذا الشيء. أكو حديث عن الإمام الصادق، الإمام الصادق قال هذا الحديث قبل 1300 سنة، وقسم من الناس كانوا إذا مروا بهذا الحديث يظنون هذا الحديث خرافة أو يقولون سنده غير صحيح. بعد ذلك انكشف أن الحديث حقيقة 100%. الحديث شنو يقول؟ الحديث عن الإمام الصادق يقول أن قسما من الأمراض ينتقل بالنور. نور، كلكم تعلمون أن الأمراض تنتقل بسبب الماء. إنسان
مبتلى بالتدرن الرئوي شرب الماء فشربت أنا بعده مبتلى بالتدرن الرئوي. هذا شيء معروف. من المعروف أيضا أن الجراثيم والميكروبات والأمراض أيضا لها العدوى بسبب الهواء. فرد إنسان مسلول أو فرد إنسان مذكوم وقفت عنده قح خرج من نفسه جراثيم ميكروبات، هذه الميكروبات والجراثيم تنتقل إليك وأنت تبتلى بالمرض والعياذ بالله. ولذلك في الحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. صح. فعلمنا أن الهواء تنقل الميكروب والمرض، وعلمنا أن الماء ينقل الميكروب والمرض، وعلمنا أن الطعام ينقل الميكروب والمرض. لو فرد إنسان أكل شيئا وهو مريض بمرض معدل والعياذ بالله مبتلى بالأمراض الزهرية، أمراض التناسلي، أمراض الناشئة من ماذا؟ من القضايا الجنسية المنحرفة. هذا الإنسان إذا أكل بعد ذاك الإنسان في إنائه هذا أيضا يبتلى بنفس الأمراض السفلسية والزهرية والعياذ بالله. ولذا إنسان إذا عرف هكذا إنسان موجود لازم من أكل ما يأكل، يعني إحنا الاثنين قاعدين على ماعون، فضلاً هذا المرض قليل هنا الحمد لله، في بعض البلاد كثير هالمرض، في البلاد اللي عندهم تسيب جنسي هذا المرض كثير، أما في البلاد اللي ضوابط جنسية أكو في الكويت قلت مكرراً من نعم الله أن الزنا مو مباح، وهذا نعمة كبيرة من الله، وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن بعض البلاد الإسلامية التي فيها الزنا مباح ايضا يحضر، لان هذا بس مو محرم فقط وانما مرض وآفة وعاهة وميكروب وكل سيء. فاذا فرا نحن في بلد لندن على مائدة انا وانسان مشتركان في اناء حليب، انا اشيل اشرب منه وهو يشيل يشرب منه، هذا المرض يؤدي الى هذا الانسان شنو؟ الصحيح الطعام، الشراب، الشراب يعني الشرب يعني الماء يعني العصير، كل شيء يسمى شرابا، الهواء تذني تسبب العدوى. وأيضا شيء رابع المصافحة، إذا فرد إنسان مريض فرد قسم من الميكروب ملاريا تيفويد صافح وياك سلم أنت أيضا تصاب بمرض. ولذا إذا كنت أنت مصاب بهذا المرض أو إنسان يجب أن لا يصافح مع أحد، لأن المرض من يده يعدو إلى غيره أو قبله، قبل في قصة في وجهه، المرض يعدو منه إليه الجسم. هذا أربعة أقسام. القسم الخامس نعرف أن الأمراض وهذه كلها معروفة ومشهورة تنتقل بسبب شنو؟ الذباب والبعوض. البعوض جلس على مكان فيه مالاريا نقل ميكروب مالاريا من ذلك المكان إلى الإنسان الذي يحط عليه. وكذلك الذباب، الذباب جلس عند النفايات هنا سمكة خائسة أو لحم خائس ثم قام من هناك وجاء وجلس على جسمك أو على طعامك نقل المرض. وهذا الدكتور هنا موجود يصدق كل هذا. وأيضا أنتم أغلبكم في الكتب المدرسية تقرؤون أغلب هذه الأمور، هذا أشياء واضحات. أكو حديث عن الإمام الصادق كلامنا فيه هنا، إحنا كلامنا الأخير نرجع إلى ماذا؟ أخيرا نرجع إلى الخوف من الله. كلامنا هنا أكو حديث عن الإمام الصادق، الإمام الصادق يقول في شيء سادس أيضا ينقل المرض. الشيء السادس شنو؟ قبل 14 قرن أو 13 قرن تقريبا
الإمام الصادق يقول النور ينقل المرض. مفهو هذا الشيء بالطب ما. أما الطب القديم على ذلك مفهو هذا الشيء أبدا. الطب القديم إذا من أوله إلى آخره تتصلح لا تجد لهذا الشيء من أثر قليل ولو ذرة. مفهو هذا الشيء نور ينقل مرضه له. الطب الحديث أيضا لم يؤيد هذا الشيء إطلاقا. نور المصباح ينقل المرض، نور الشمس ينقل المرض، مطور الماء صح، الطعام صح، المصافحة صح، الهواء صح، البعوض والذباب وما أشبه صح. أما النور ينقل المرض هذا ما في الطب الحديث. الإمام الصادق قاله في حديث صغير. علماء روسيا من قبل 25 سنة مو استناد إلى حديث الإمام الصادق. أنتم تعلمون أن روسيا ما تعتقد الإمام الصادق على الأكثر والأغلب، ولا تعتقد برسول الإسلام، ولا تعتقد بالله. روسيا بلاد ملحدة ولو فيها كمية إسلامية ما يقارب 70 مليون، لكن هي بلاد ملحدية. مبدأهم الإلحاد بالله وأن الله غير موجود. هرقليط فرد رجل يوناني قبل 5000 سنة يقول العالم شعلة لا تزال حية من الأزل إلى الأبد. فالستالين يأتي ويعلق على هذه الكلمة يقول يا لها من كلمة رائعة في تفسير الكون. ما فعلها انت. علماء روسيا في القسم الصحي وقسم نقل الأمراض بالعدوى هؤلاء هم تلقائيا وعلميا قبل 25 سنة توجهوا بعد عمليات أجروها في جسم مرضى إلى فرد حقيقة مذهلة لم يكشفوا عنها أبدا إلا قبل سنة. ولذا هذا العلم الآن مو موجود في الغرب، في الشرق هذا العلم موجود. اكتشفوا ماذا؟ اكتشفوا شيئا عجيبا. شنو المكتشف؟ بعد تجربة 25 سنة اكتشفوا على أن في بدنك وبدني مليارات من الخلايا الحية. هذا شيء واضح كلكم تعلمون. اكتشفوا أن هذه الخلايا الحية كل خلية تعطي نور، نور بسيط نورها. ما نقصد نور نور مصباح، لا، يعني نور بمقدار إذا تجمع من هذا النور مليار تصبح بمقدار صفر غرام. كل خلية حية تعطي نور. هذه الخلايا الحية التي تعطي النور إذا صاحية وصحيحة وسليمة تعطي نورا بشكل، افرض نور أزرق، وهذا النور سموه فوتون. فوتون مثل الاسم فاء واو فاء واو نون. وإذا هذا الإنسان مبتلى بالملاريا تعطي الخلية الحية نورا أحمر مثلا، نور تعطي غير شكل. وإذا مبتلى هذا الإنسان بسرطان تعطي الخلية الحية نورا مثلا أفرغ أزرق. وإذا مبتلى بالتدرن الرئوي هذه الخلية المريضة تعطي نورا بنفسجية. أي مرض يعطي النور خاص، ماكو هنا إشارات؟ إذا إشارة حمراء يعني قف، إذا إشارة خضراء يعني يمشي، إذا إشارة صفراء يعني بين ذلك سبيلا. كل خلية حية تعطي نور، نورا صحيحا، نورا مرضا، أي لون من المرض والنور بذلك اللون من المرض، صح؟ بعد ذلك اكتشفوا أن هذا النور يسبب أمراض للخلايا الحية الأخرى. كلام الإمام الصادق
قال قبل 1300 سنة، والذي لم يكتشفه علماء المسلمين إطلاقا على ابن سينا والفارابي والرازي والأنطاكي والحكيم المؤمن وألوف الأطباء ما اكتشفوا هذا الشيء، وملايين الأطباء الغربيين ما اكتشفوا هذا الشيء، هم هو استنادا إلى حديث الإمام الصادق اكتشفوه، وإنما اكتشفوا هذا صدفة مثل سائر الاكتشافات، أن الخلية الحية تعطي نورا، فهذا النور إذا كان نورا مرضيا معنى ذلك أن الخلايا المجاورة بسبب النور يمرض وتمرض. هذا شيء صار وجربوا هذا الشيء، لأن قلت 25 سنة في التجربة هؤلاء، وجديدا أعلنوا عن النتائج. حتى هذا في دنيا العلم أحدث الضوضاء وضجة. شنو جربوا هذا الشيء؟ تجربة بسيطة سووها، لكن كل تجربة 5 سنوات. التجربة أخذوا أنبوب اختبار جعلوا فيه خلية سرطانية، خلية مالارية، خلية كوليرائية، وجعلوا في أنبوب ثان خلية صحيحة، والأنبوبان بينهما فاصل ماكو أبدا، وإنما بمقدار إشعاع النور. أنبوب أنبوب اختبار يعني زجاج، يعني زجاج سميك. الخلية الحية في هذا الأنبوب والخلية الحية الثانية في أنبوب ثاني، والفرق بينهما أن هذه الخلية خلية صحيحة والخلية الثانية خلية مريضة. بعد مدة رأوا أن بسبب إشعاع النور من هذه الخلية الصحيحة، من هذه الخلية المريضة، الخلية الصحيحة في الأنبوب الثاني تمرض. ويقولون إذا تم هذا العثور، هذا يحدث في دنيا الطب ضجة. هذا كلام قاله الإمام الصادق قبل 1300 سنة. هذا شيء فتون، كلامنا إحنا مو هنا ولا في الطب، وإنما كلامنا في الإيمان بالله. الشيء الثاني أن الخلايا الحية المؤمنة، القسم الأول من كلامنا هذا اكتشاف الشرقيين الشيوعيين أطباء الاتحاد السوفيتي، والدنيا اعترفت لهم بأنهم هم أول من اكتشفوا هذا الشيء. الشيء الثاني الإنسان المؤمن والإنسان غير المؤمن. أفرض إنسانان جالسان هنا، أحدهما إلى جنب الآخر، أحدهما مؤمن والآخر غير المؤمن، كلاهما وجه وكلاهما يد وكلاهما لسان وكلاهما منطق وكلاهما جمال وكلاهما ملابس، كل شيء. لكن العلماء اكتشفوا، هذا علماء الغربيين اكتشفوا، أن الإنسان المؤمن خلاياه الحية تعطي نورا هادئا، الإنسان المؤمن، والإنسان غير المؤمن خلاياه الحية تعطي نورا فوضويا، اضطرام الطربة. هذا في القرآن أيضا موجود وكلكم سامعين، لكن اكتشاف النور من الغربيين صار. شنو؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ولعل الدكتور أيضا أو أصدقائي قارين أن الإنسان الذي له ضغط الدم إذا وقف في الصلاة وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ضغطه ينزل، توجه مو صلاة، ويبني منارة مسجد الكوفة كما سامعين، لا، صلاة، الذين هم في صلاتهم خاشعون يتوجه إلى الله، الله أكبر، مو فكره في داره وعقاره وزوجته وزوجها وولده ودرسه وماله، توجه إلى الله. إذا صار التوجه إلى الله ضغط الدم ينزل. وحتى جرب وقتوا هذا الشيء، ما يحتاج إلى الطبيب، الذين عندهم اضطرابات قلبية، لأن القلب السليم دقاته ونبضاته منظمة، ضع يدك على قلبك جرب،
ارفق فرشكل اضطراب فوضوي يدك. المريض نفس الشيء، خصوصا اذا مبتلى بروماتيزم القلب والعياذ بالله، قلبه مضطرب وفوضوي يدك، احيانا زايد احيانا ناقص وناقص. هذا الانسان اللي عنده اضطراب القلب اذا وقف للصلاه وتوجه الى الله او قرا الدعاء وتوجه الى الله، هذا قلبه يقوم ينظم في الدقات والنبضات. هذا شيء اكتشفه العلم، يعني اكتشف العلم ان النور الذي يعطيه كل خليه حيه في الانسان المؤمن نور هادئ مستقيم. اما تخطيط القلب شايفينه كلكم، تخطيط القلب الانسان الصحيح القلب تخطيطه منظم، الانسان غير صحيح القلب تخطيطه فوضى، يفرد مره يفعل زايد، يفرد مره ينزل زايد، واعتباطيا نور في داخل الانسان. القران صرح بهذه الحقيقه، ويجعل لكم نورا تمشون به. اذا رجعنا الى الله والى مبحثنا، اذا اتممنا الكلام حول الفوتون وحول الانوار المرضيه المعديه التي اكتشفها الشرقيون، وانتهينا من اقوال الغربيين حول النور الموجود في داخل المؤمن والكافر، لكن المؤمن نوره هادئ وغير المؤمن نوره فوضوي، فوضوي الحركة. إذا انتهينا من هذين الكلامين، وكلاهما قلنا أحدهما مذكور في القرآن وهو الذي اكتشفه الغربيون ويجعل لكم نورا تمشون به، وأحدهما اكتشفه الشرقيون وهو الذي بينه الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. إذا انتهينا من هذا المبحث جئنا إلى كلامنا. لماذا الإيمان بالله؟ الإيمان بالله له أثران. الأثر الأول أثر نفسي تكويني، في داخل نفسك الأثر، هذا أثر. من أعجب هذا الشيء موضوع ثالث، ولعل بعضكم قارين ولعل بعضكم مو قارين، وهذا شيء مشهور في العلم، وهو أن الإنسان المؤمن، الإنسان المنافق، الإنسان الكافر، الإنسان السيء النية، الإنسان الحسن النية، أمواج قلبه يؤثر في المجتمع. هذا شيء كان معروفا من القديم، ثم اكتشف علميا هذا الشيء. يعني شنو؟ يعني افرض على انه انت رجل مؤمن صالح تحب الاصلاح، وانت في مجتمع 10 20 15، رحت الى كشتة، رحت الى بحر، رحت الى زيارة، رحت الى سياحة، حيث انك انسان مؤمن صالح، امواج قلبك يؤثر في هؤلاء صلاحا، يؤثر في هؤلاء الصلاح. أمواج قلبك ما تتكلم أبدا، أمواجك تؤثر في هؤلاء يصلحهم. هذا أكو حديث حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديثين أكو في هذا الموضوع، واكتشف في العلم هذا الشيء أيضا. الحديث الأول يقول إنه الرسول أثر قبل بلوغه، قبل تبليغه، أثر في العالم حتى أن قسما من الحكام أصبحوا عادلين ببركة الرسول قبل أن يبلغ. راجع كتاب منتهى الأمال للشيخ عباس القمي، تأثير تأثير روح. هذا هو رسول بعد ما يبلغ أبدا، وبعده طفل يلعب، ما أقصد يلعب يعني لعب عادي، ها يعني أنه طفل في الصحراء في بادية. هذا الرسول لقوة أمواجه، أنتم كلكم تسمعون بطبيعة الحال الراديوات يوميا يقول الأمواج بالموجة القصيرة ذات المدى الكذائية، الموجة الطويلة ذات المدى الكذائية. موجة يعني شنو؟ يعني أنت تتكلم هنا
وراء ميكروفون إذاعة لندن. إذا موجة قصيرة تصل إلى الكويت، وإذا موجة طويلة لا تصل إلى الكويت. الأمواج الطويلة والقصيرة في الاصطلاح معروف وكلكم تسمعونها. القصيرة تصلها، الطويلة ما تصل. هذا اصطلاح علمي. أمواج رسول الله قوية، أمواج روحه، هذه الأمواج أثرت في الكون. بعده هو ما بلغ أبدا، ما مبلغ. هذا أكو حديث، أكو حديث آخر في نزول الوحي على رسول الله وأيده العلم أيضا. الحديث الثاني يقول لما كان ينزل الوحي على رسول الله، هؤلاء الجالسين حول رسول الله كلهم آيات القرآن تنقش في قلوبهم. أصلاً الرسول ما تكلم أبداً، وإنما نزل عليه الوحي. ولذا أحياناً الرسول كان يقول بعض الآية والكسب يتممون الآية، لأنه أشرق في قلوبهم أيضاً. من قلب رسول الله أشرق إلى قلوبهم، مثل إناء ماء فاير قلبه. فأنت إنسان صالح، ما تتكلم، لا ما تخطب، تؤل يؤثر صلاحك في عائلتك. ما أقول هذا بالمية مية، لا، مثل الدواء. مستشفى الصباح ودكاترة وأطباء، هؤلاء لشنو؟ لشفاء المرضى. كل مرض يشفى؟ لا. كل مريض يشفى؟ لا. إذني أسباب، إذني مقتضيات على الإصطلاح الفلسفي. يعني أنه مستشفى الصباح يتلقى المرضى وبالمية 50 60 70 80 40 30 يجعل لهم الشفاء، أما كلهم لا. ولا يومية يخرجون الأموات من مستشفى الأمير ومستشفى الصباح. هذا الذي نقوله وأنت صالح يؤثر صلاحك في من حواليك، هذا كمقتضي وكأكثرية وكأسباب. والعياذ بالله إنسان فاسد، فرد إنسان والعياذ بالله إتو عشرة رحت إلى كشتة، فرد واحد من هؤلاء العشرة والعياذ بالله إنسان سيء النية، يفكر في الزنا، يفكر في اللواط، يفكر في شرب الخمر، يفكر في أن يقتل أحدكم، يفكر في أن يسرق أموالكم. هذا السوء له يؤثر، سوء قلبه أبداً أبداً ما متكلم وما عمل أي شيء، أمواج قلبه يؤثر فيها المجتمع. ولا تصحب أخ السوء وإياك وإياه، ولم يتكلم معك أبداً. الآن لاحظ أنت فرشي واضح، فرد إنسان والعياذ بالله زاني، هذا جاي يمشي وياك في الشارع، لا يتكلم معك ولا تتكلم معه، الناس وقتل يشوفوك، لماذا يقولون هذا إنسان سيء؟ شنو يمشي ويا هذا؟ ولا تصحب أحد سوء فإياك وإياه، لأن يخافون العدوى. عندنا في العراق سابقا، حتى يقين موجود هذا الشيء، ما أدري موجود مو موجود، لكن هذه في زمان عبد الكريم قاسم وزمان نوري سعيد. إذا كان فرد واحد يحمل مبدأ الدام على اصطلاحهم، يضربون عليها حجراً اجتماعياً، لا يكلمه أحد، لا يتكلم مع أحد، لا يجلس في المقهى مع أحد، لا يماشيها أحد، لا يحضر في محضر فيه ناس. أمواج السوء شلون تأثر؟ أمواج الصلاح والفساد إذا تؤثر. الإنسان المعتقد بالله، المرتبط بالله، الصالح العمل، الصالح الفكر، هذا يؤثر صلاحا في المجتمع، وجوده وجوده. والإنسان المنحرف والذي كافر بالله، منحرف الفكر، سيء النية، بعيد، يؤثر هذا السوء في المجتمع. هذا الفائدة الأولى للإيمان وضدها للكفر، الفائدة الأولى للطاعة وضدها للمعصية، هاي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، قلنا الأنبياء كانوا يركزون على الإيمان بالله لفائدتين، الفائدة الأولى الصلاح، الفائدة الثانية الاعتماد. يعني شنو الاعتماد؟ يعني أن إنسانا مرتشيا
لنسأل من الوزارة أي وزارة في أي حكومة، لنسأل من الرئيس في أي دولة، لنسأل من أي موظف كبير، هل تعتمد على إنسان مرتش؟ يقول ما أعتمد عليه أبدا. لماذا بتعتمد عليه؟ لأنه ما عنده إيمان بالله، وإذا لم يكن له إيمان بالله يرتشي ويهدم القانون. القانون قال إن الإنسان القاتل خذه، أخذ الإنسان القاتل أعطاه 100 دينار وهرب، خلاص الإنسان المرتشي يعتمد عليه. لكن إذا مؤمن بالله ما يرتشي. أكو حديث جدا جميل في الحقيقة، الإيمان نؤكد ونؤكد على هؤلاء الشباب الجالسين هنا وآباؤهم الكرام، وإلى الفتيات الجالسات في الحسينية وأمهاتهن الكرامات، نؤكد عليهم أن الأولاد والبنين والبنات يجب أن يحضروهم في هذه المجالس إذا أرادوا خير المجتمع وخيرهم. كل إنسان يجيب اثنين، هذا شيء بسيط، ابنه، بنته، أخاه، أخته، أباه، عمه، عمته، يجي كل واحد اثنين ثلاثة حتى نزداد في قوة إيماننا بالله، حتى نعي واعي. أذكر فرد مرة قلت لأحد الشباب من أصدقائنا على سبيل الغشمرة، قلت أنت لازم تجيب وياك 100 واحد، ضحك. الآن أجيبه، الآن في المجلس موجود، الآن أجيبه. اقرأوا كتاب لغاندي محرر الهند، اسم الكتاب قصة تجاربي مع الحقيقة. لنرجع إلى كلامنا بعدين، هاي بين قوسين جنتكلم تشويقا للأصدقاء حتى يجيبون أصدقائهم. في كتاب غاندي اسم الكتاب قصة تجاربي مع الحقيقة، وهذا كتاب جميل، إني أنصح أصدقائي بقراءة هذا الكتاب. في هذا الكتاب يقول كان المؤتمرون الذين اجتمعوا لإنقاذ الهند 4000 المؤتمرون، يقول ذات مرة في مؤتمر لهم قرر غاندي عنده نهضة بلا سلاح، نهضة لا عنف. وفي الهند الزهاوي يقول، والرصافي، رصافي أظن يقول، في الهند قامت ثورة وطنية سياسية عزلاء قائدها غاندي. قصيدة دالية. هذا قرر، قال لأصدقائه هؤلاء المؤتمرون، قال إلى المؤتمر الثاني أحضروا معكم كل فرد، كم فرد؟ 100 فرد. اللي يقول في الصديق ضحك. قال يجب عليكم أن تسحبوا معكم كل فرد في المؤتمر الثاني الذي يعقد بعد 4 سنوات، لأنه مؤتمرات دورية. يسحب كل فرد معه 1000 فرد، 1000 فرد. بهذه الروحية تمكن من قتل الهند، طبيعي، مو بروحية 100 واحد يضحك. يقول بالعام بعد 4 سنوات لما حضروا المؤتمر كان عددهم، الزمان السابق كم واحد كان؟ 4000، هسه كم واحد صاروا؟ 4 ملايين، اطاعة الأمر غاندي. لأن كل ألف جابوا شكثر، كل واحد جاب 1000، 4000 1000 شكثر يصير؟ صاروا 4 ملايين. وإلا ما كانوا بإمكانهم إنقاذ الهند اللي 500 مليون ناس النبيه. في الحقيقة إذا قلنا للشباب أو للفتيات أحضروا معكم كل إنسان، إنسانين أو 3 أو 5، هذا مو شيء مهم أصلاً. هذا خطوة صغيرة إلى الإصلاح وإلى الهداية. على كل حال كان كلامنا في شنو؟ فائدتان للإيمان بالله. الفائدة الأولى فائدة النفسية التكوينية، الفائدة الثانية فائدة الاعتماد. وقلنا أي رئيس دولة أو وزير أو سفير أو موظف كبير مو مستعد يخلي فرد مرتشي عنده، لكن من يمنع الرشوة؟ القانون يمنع الرشوة؟ مستحيل.
اجعل لك مليون قانون، لكن الرقيب الداخلي يمنع الرشوة، يمنعك للمال الناس بالباطل. الرسول لما بعث صلى الله عليه وآله وسلم أخذ من المسلمين الخمس والزكاة، أخذ من الكفار الجزية، نفس الفلوس اللي يأخذ الرسول من المسلمين يسمى خمسا وزكاة في الإصلاح المعروف، أما من الكفار ما يأخذ خمس، وإنما يأخذ بإصلاح ثاني فلوس نفس الشيء لكن يسمى جزية في مقابل حماية الرسول لهم، لأن البلد بلد الرسول، أنتم المسلمون أدوا الخمس والزكاة حتى ندير شؤونكم. أما الكفار اليهود المسيحيون الذين تحت حماية المسلمين هم يجب أن يعطوا فلوس، لا عندهم صحة ولا عندهم كذا ولا عندهم كذا، هذول يجب أن يعطوا الفلوس، هذه الفلوس يسمى جزية، حتى في القرآن الحكيم آياته حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. في قصة الرسول أرسل إنسانا مسلما إلى بساتين اليهود حتى يأخذ منهم الجزية. زين شلون؟ لأن ذاك اليوم في المدينة تمر أكو، وما أكو لا تجارة لا صناعة لا زراعة، تمر تمر، المسلم يعطي التمر خمسا وزكاة والكافر يعطي التمر جزية مع فارق، فارق إن شاء الله فرد مرة أبين لكم الفوارق بين الخمس وبين الزكاة وبين الجزية، ولماذا ثلاث أسامي أكو ثلاث قوانين أكو. هذا الرجل إجى إلى بساتين اليهود، اليهود اجتمعوا، الرسول بعثني، هم تحت حماية الرسول بعث، مثل اليهود اللي الآن مثلاً أفرض في العراق أكو، أو يهود اللي في مصر أكو، الآن في الكويت ماكو يهود، أما مسيحيين أكو تحت حماية الدولة، فينطبق عليهم قانون الدولة، قانون الرسول ينطبق عليهم في قبال الحماية، يأخذ منهم الجزية. هذا الرجل يجي، هذا الرجل المسلم إلى بساتين اليهود، الرسول بعثني لأخذ منكم الجزية، لا بأس أنا مستعدين، أنا عم تحت حماية الرسول. كمية من اليهود اجتمعوا حوله حتى يخمن التمور فوق الأشجار. اجى هذا الرجل ضاوع ونظر إلى نخلة يكتب 100 كيلو النخلة، يقين يتو الشيبة، الشباب ما شايفين هذا الشيء، شيبة شايفين قسم من الناس يعرفون التخمين على النخل، وتخمينهم يطلع تقريبا تمام. افرض التمر 105 كيلوات يقول 100 كيلو، او 100 الا 5 كيلوات يقول 100 كيلو، تخمين قريب جدا خبير الان. هذا من هالنوع 100 كيلو كثر، هذا 200 كيلو كثر، هالنخله 300 كيلو كثر، هالنخله 50 كيلو كثر. هذول اليهود نظر بعضهم الى بعضهم، اهل النخيل هم خبراء، قالوا هذا غير شكل جاي يخمن، صحيح صحيح يخمن، هم اولا ظنوا بانه غشيم ما يفهم، يخمن ال 100 كيلو 20 كيلو 10 كيلوات، راوا لا دقيق جاي يخمن، هو حسب موازين التخمين. الان تعال اسال مني كمحمد، هذه الزوليه بايش تسوى؟ ما ادري في الحقيقه 100 دينار تسوى او 1000 دينار، اما جيب فرد خبير يقول لك بالضبط 500 دينار. من الممكن فرد 4 دنانير زائد او 10 دنانير ناقص، لكن تقريب هذا المخمن، هذا الذي يسمى بالخبير، خبير القانوني، خبير في العمارات، خبير في العقارات، خبير في الأراضي، خبير خبير. هذول نظر بعضهم إلى بعض وقالوا هذا يخمن صحيحا، وإحنا نريد على أنه فرد شكل يخمن حتى يصير أفرض فرد 1,000,000 كيلو يصير ربع مليون وربع الفلوس نقدم للرسول. مو كل الفلوس، شنو علاجه؟ اجوا قالوا على انه يا هذا ان الله يحب التسامح، واحنا اصحاب عوائد، وعلى تخمينك يضرنا، شو يخفف عن تخمينك؟ قال لا، انا مبعوث الرسول، والرسول قال لي خمن، اذا تقبلوني اخمن واروح واقدم القائل للرسول، اذا ما تحبون انا مو مستعد اشاكس وياكم اروح ارجع للرسول، خلي الرسول واحد اخر يبعث لكم. قالوا لا، اي مشكله تولد لنا، شو يخفف في التخمين؟ قال انا انسان امين، والامين لا يخون، امين خيانه مو من شان المسلم، تحبون الشكل ما تحبون لا. زين هذول اجتمعوا بينهم وقالوا نرشيه رشوه،
جمعوا كمية من المال، ذاك اليوم ما عاد ذهب، ما عاد فضة، ما عاد شلون، جمعوا كمية من المال، وأحدهم تقدم إليه، فائدة الإيمان لا تنسى ولا ننسى، قدم إليه قال فضل، شنو هذا؟ فضل، لأن رشوة تحت العباية ويلفلف فلوس، صريح يعطيك صريح ويأخذ صريح، بيع شراء رهن إجارة مضاربة مساقات شركة، فلوس صريح وظيفة. أما فلوس الرشوة اللي خفية لازم يعطى، قال هذا لكم، شنو علمي؟ شنو علمي؟ قال أنت صاحب عائلة يقين ومعاشك ما يكفيك، شي فديعي، فلوس اللي الرسول يقدم لك لكن ما يكفيك، على قسمت أي مناسب آخر، لا بعت لا اشتريت لا رهان لا أجار لا كذا أي شيء. قال حتى شوي تخفف علمي. المؤرخون يذكرون لما سمع الرجل هذا الحديث، لأن في أذنه أيضا الراشي والمرتشي كلاهما أي في الجنة، الراشي والمرتشي كلاهما في النار، لما سمع الرجل هذا الكلام أخذ يتقهقر كأنه هاجمته حية، حقيقة حية أسوأ من حية، حية تهجمك تقتلك لا أكثر ولا أقل، لكن الرشوة إذا تفشت في أمك كل الدوائر تتوقف، كلها تصير رشوة. الآن تسمعون في العالم كله والفساد في الإدارات من الرشوة، بيعه بالرشوة، إجارته بالرشوة، شراؤه بالرشوة، جوازه بالرشوة، حركته بالرشوة، بناؤه بالرشوة، شنو صار؟ صار أفراد قلائل يرتشون وغالب الناس يتأخرون، وهذا سر كلام الرسول وسر الإيمان. هذا من باب المثال نقول، وإلا ما أقصده بالرشوة الخصوصية الرشوة، لا إيمان. فأخذ الرجل يتقهقر يتقهقر، المسلمون قالوا هذا مخبر صار، شنو هذا؟ حقيقة واحد يتكلم ويفر مرن يتقهقر يتقهقر، قالوا شنو هذا شبيك؟ قال في الحقيقة إني أهرب من الرشوة وتعليقي، تعليقي أنا مو في الكلمة، كما أهرب من السبع، أنا أخاف من الرشوة، الرسول حرمها نار. ثم قال لهم، قال تحبون أني أخمن كما أعلم وأقول النتائج للرسول، ما تحبون أرجع إلى الرسول، خلونا لا تسوي لي مشكلة إلا الخمن. الإيمان فائدته هذا، الإيمان فائدته الطهارة، فائدته الاعتماد. أنا أذكر يقين الشيبة، تذكرون حج إبراهيم وحج محمد وحج قاسم، كل الشيبة يذكرون هذا الشيء، لأن هذا جديد عندنا الآن. سابقا كنا نبيع دار، دار بكاملها بألف روبية، 5000 روبية في العراق هكذا، في إيران هكذا، في الكويت هكذا، في الخليج هكذا، في البلاد الإسلامية هكذا، يا حج إبراهيم بعتك الدار بـ1000 روبية، يقول قبلت، نروح اتفرد عالم عادي إمام جماعة 4 أشخاص يصلون خلفه، نعم باع محمد داره إلى حج إبراهيم بـ1000 روبية ويخلي عليه توقيعه، وأحيانا يأخذون شاهدين للتبرك، وأحيانا ما يأخذون الشاهدين، هذا الورق صار حائط كونكريت من الجد إلى الولد إلى الحفيد إلى حفيد الحفيد. هذا معنى الاعتماد، هذا معنى الإيمان. أما اليوم تبيعه وتأخذ منه في كل العالم إلا من خرج وما خرج، وتأخذ منه صكا حكوميا رسميا وألف شيء، أكو يقول أخليه بالمحكمة حتى أقسط عليه فلوس وأطلع أبوه من القبر، ويراجع المحكمة، المحكمة حسب الموازين، إذا قاضي عادل إذا قاضي متدين يقول هو يدعي أنه ما عندي، ثم تثبت أنه عنده وما عنده، يقول ما أتمكن، يقول قسط عليه 10 دنانير 10 دنانير. جاني زوج مو هسه، قبل 4 سنوات تقريبا، صار عنده بينه وبين زوجته نزاع وطلق زوجته، كلما نصحته وطلقها طلق، المهر شكثر؟ مهر 1000 دينار. هي الزوجة قالت انه اعطيني مهري، قال ما اريد، انا اذيك، هذه هي نسموها من هالشكل اذيك،
كيف أنا نصحت على أنه عمي قال أبداً أنا أريد أذيه. قلت هذا حق شرعي عليك. قال الآن أروح المحكمة وأدعي أني ما عندي فلوس، يقسطون الفلوس علي كل شهر منتهى الأمر 20 دينار. كم شهر يصير؟ 50 شهر أركضها. وقال لا مو هالشكل، هم ما أعطيها كل شهر 20 دينار حتى يشتكي علي، تشتكي علي كل شهر. هذا ما عندي إيمان، خلاص. إذا طلق ما عندي إيمان هكذا، إذا نكح ما عندي إيمان هم نفس الشيء. من تزوج، الرسول الأعظم يقول من تزوج امرأة وهو يريد أن لا يعطيها صداقها فهو عند الله زان. يعني الله يكتب في صحيفة عمله أنه زاني، هذا كل ليلة يروح يمه زاني زاني زاني. حديث عن رسول الله، إذا مؤمن هذا في ذهنه، إذا يطلق فضل فلوسك، إذا ما يطلق فضل فلوسك. إحنا ما نذكر آباءنا كانوا يقولون لأمهاتنا إيش وقت ما تردون مهرش أطيج، ما نذكر؟ هذا فائدة الإيمان. وكل شيء أنتم تعلمون، كل واحد منكم حتى الولد اللي عمره 15 سنة أنه شنو المؤمن وشنو غير المؤمن. فإذا قلنا الإيمان وكانت أول كلمة الأنبياء الإيمان بالله، يعقوب أنا شخصيا شايف في كربلاء وفي الكويت لعله 10,000 وصية. الأخ الصادق يدري ولعل السيد هاشم يدري أنه في كربلاء يوميا يراجعون وصية وصيتين ذات وصايا، وأكثر وأقل، وفي الكويت أقل وصية. جزاهم الله خيرا الذين يوصون، وصية بالخمس، وصية بالصلاة، وصية بالصوم، وصية بودول النجف، وصية العائلة، وصية كذا، كل صحيح. يعقوب فرد وصى جدا عجيب في القرآن، هذه الوصية موجودة، يقول فلا تموتن إلا وأنتم شنو؟ مسلمون. وصية بالإسلام ما شايف أنا في أي وصية، لكن شوفوا نبي الله إبراهيم ونبي الله يعقوب يوصون أولادهم، يقولون عمي أنتوا الآن مسلمين، ابقوا مسلمين، ابقوا مسلمين، ابقوا مسلمين إلى الموت مسلمين. شو يريد من هالوصية؟ يريد أولا راحة نفسه، الإنسان الطيب محبوب، الإنسان الطيب الناس يحبوه، أن الإنسان الطيب أن الناس يمدحوه أولا، وثانيا الاعتماد، الثقة، تبادل الود بين الاجتماع. هذا فائدة الإيمان بالله. ولهذا في هذه الآية المباركة التي قرأناها عن لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه، قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، يعني خلقهن، يعني اعتقدوا بهذا الإله. إذا اعتقدتوا بهذا الإله تنظم أموركم الجسدية والاجتماعية والعائلية وكل الأمور. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضاه.